اليوم جايين على ايسات اكاديمي اللي بتساعد الطلاب للحصول على القبول الجامعي. ابتديت بفكره انه احنا ليه ما نقدم مساعده للانترناشونال ستودنت انهم يجوا لهون ونخليهم يحققوا احلامهم، لانه احنا صراحه بدنا نساعد الطالب من كل شيء. يعني الطالب لما يوصل لتكساس خلص انا بروح على ايسات كل مشكلتي انحلت، ايش ما كانت مشكلتي راحت تنحل. فبخربطوا الطلاب، فارق حقوق. انت كطالب تقدر تشتغل 20 ساعه قانوني، ما في داعي تشتغل ليجل. انت كطالب فيك تروح تروح على بلادك وترجع. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم الكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة هيوستن في ولاية تكساس، بنقول لكم اليوم يا هلا. اليوم جايين على ايسات اكاديمي، هي واحدة من الجمعيات الخيرية الموجودة في مدينة هيوستن اللي بتساعد الطلاب للحصول على القبول الجامعي، وايضا مساعد الطلاب في امريكا للعديد من الخدمات بالنسبة للبيت، السكن والنصائح وشو نوع الشهادات، وايضا تعليم اللغة ان كانت اللغة الانجليزية او العربية او الاسبانية. تعالوا نورجيكم هالجمعية الخيرية الجميلة اللي بتساعد العديد من الطلاب، وين؟ في مدينة هيوستن ولاية تكساس. تفضلوا. السلام عليكم. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو عمر الورد. كيفك؟ ايسات شغله جديده. اهلا وسهلا، شغله رائعه. بدنا ناخذ جوله نتعرف على المكان. يا ميت اهلا وسهلا، نتعرف على الفكره. يلا تفضل. بسم الله. بسم الله. يلا تفضلوا يا جماعه، نبلش جولتنا في ايسات. تفضل. انا اسمي محمد عمر الضواحه، من الاردن. جيت على امريكا في 2008 كطالب، وبلشت كطالب يعني واستمرت كطالب. وزي اي طالب بيجي على امريكا لازم تشتغل، يعني اشتغلت في المطاعم. وقلنا يا كريم شوي شوي فتحت فوترك، الاول الثاني الثالث الرابع، والكريم قال خذ. الحمد لله رب العالمين هلا عندنا شيء 23 24 لوكيشن. انا اسمي ماجد طراونه، تخرجت من جامعه اليرموك في الاردن، دخلت الولايات المتحده الامريكيه في 2016. طبعا دخلت اول مره في 2011 كانت زياره، بعدين في 2016 بعد خبره عمل في الخليج في البحرين وفي السعوديه اجيت لامريكا ودخلتها از انترناشونال ستودنت. ما بحكي لغه انجليزيه ابدا، تعلمت اللغه الانجليزيه هون، خلصت ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، عملت ام بي اي من ان اي يو University. وبعدين ابتدينا في مساعدة الانترناشنال ستودنت من باب المرحة حلو والتجارب اللي مرينا فيها والصورة. اللي مريت فيها انت فارق حقوق. انت كطالب تقدر تشتغل 20 ساعة قانوني، ما في داعي تشتغل الليجل. انت كطالب فيك تروح تروع على بلادك وترجع. في طلاب بضلوا هون 5 سنين بيشوفوش اهلهم لانه خايف اذا روح ما يرجعش. فاجت فكرة ايسات انه كحلم الي، وقلت لك يمكن حاب اساعد الطلاب، اعمل كاسوسيشن للطلاب، لانه مع بعض زي ما حكيت لك بنشتغل احسن. ابتديت بفكره انه احنا ليه ما نقدم مساعده للانترناشونال ستودنت انهم يجوا لهون ونخليهم يحققوا احلامهم، لانه امريكا هي حلم كثير ناس موجوده برا. كانت البدايه مؤاب، هو مؤاب ستودنت سيرفيسز، كنا نقدم الخدمات للانترناشونال ستودنت اللي برا اللي خارج امريكا حتى يوصلوا لامريكا. خلال سنتين الحمد لله بنينا يعني قاعده حلوه، جبنا عدد كبير من الطلاب، طورنا الفكره. كنا ليه ما نعمل لهم شيء هون داخلي؟ طب احنا في عندنا طلاب اوريدي صاروا داخل الولايات المتحده الامريكيه. اوكي، ليه ما نساعدهم؟ ليه ما نقدم لهم خدمات؟ الطالب هو في البلاد برضه بيكون عنده ضبابية عن المعلومة، انه كيف بدي اسوي، وين اروح، شو اعمل. فاحنا نوجهه للمكان الصح، فاحنا بنحاول نساعدهم قدر الممكن. لكن انت خلينا نحكي دكتور جاي من الاردن، تتخلص امتحاناتك وتصير دكتور تشتغل، فيك تاخذ سيرتيفيكيشن 6 شهور او سنه لتشغلك انت في الميديكال فيلد. المهندسين كذلك امر، فينا نعطيك سيرتيفيكيشن تكون انت تبلش من الدبارم في الشركه، تبلش تكنيشن، بس المهم انه في نفس المجال. اكزاكت. ما تكون والله انت دكتور بس عم تشتغل، مع انه الشغل مو عيب يعني، بس ولكن انك عم تشتغل في جروسري ستور او مثلا عم تشتغل في مطعم او كذا. لا اشتغل بالفيل تبعك. بالفيل تبعك اللي انت يو كان جرو. غرف صفيه كلاسز روم. انت رجعتك لايام المدرسه يمكن والجامعه. نعم نعم. هلا احنا راح يكون في عندنا في ايسات كورسات لغه عربيه، تقويه للجاليات العربيه واللي حاب يتعلم لغه عربيه حتى من الامريكان. وعندنا راح يكون كمان في انجلش كلاسز لتقويه الطلاب في اللغه الانجليزيه. بناء عليه ان شاء الله راح ننطلق حتى يكون في عندنا معهد لغه معترف للهوملاند سكيورتي. احنا نصير نطلع نصدر الاي 20 ونحضر للطلاب الاف 1 فيزا من هذا المعهد. احنا لسه عم نبتدي وفي موضوع الاكريديتيشن، لكن احنا حنبتدي في كورسات التقويه للغه الانجليزيه، للغه العربيه، للغه الاسبانيه، عدا عن ذلك الدورات الثانيه لتدرب الطلاب. ممتاز جدا هالفكره، لانه كثير ناس اول ما بتجي على امريكا بدهم بالفعل معاهد تدرس اللغه الانجليزيه وتقوي لغتها، فبالتالي هذا بيكون احيانا معضله للناس. تعالوا نشوف الترتيب ونكمل صحيح. وين؟ في ايسات في هيوستن في ولايه تكساس. يا اهلا وسهلا. تفضل. انتم بتساعدوا الطلاب بك
كافة التخصصات ولا في تخصصات معينة أنتم عندكم فيها خبرة ومعرفة؟ نساعد كل الطلاب شو ما كان بده يدرس هندسة بس هذا بحاجة لناس مختصين. نعم. ونحن صراحة شكلنا بورد جدا متميز معنا من ناس أكفاء جدا وهم معهم شهادات عليا من جنسيات مختلفة، قدموا أنهم يكونوا فولنتير للطلاب إنه يساعدوهم في الإرشاد مجال الطب مجال الهندسة مجال القانون، إنه أنت عندك الطالب لما يجي معه انترناشونال ديجري يعني هيعمل إيفالويشن للشهادة، هذا المجال كمان نحن بنساعد فيه. في بعض الكورسات حتى أنت فيك تكون تمارس مزاولة المهنة، وبعض التخصصات بحاجة إلى سيرتيفيكيت وشهادات وتدريب، نحن كمان رح نشتغل على هذا الموضوع. حتى في بالنا كمان درايفنج سكول، لأنه نحن صراحة بدنا نساعد الطالب من كل شيء، يعني الطالب لما يوصل لتكساس خلاص أنا بروح على أيسات كل مشكلتي انحلت، إيش ما كانت مشكلتي راح تنحل. ما شاء الله تبارك الرحمن. راح يكون في عندنا تيستينج لاب سنتر، هلا في عندنا هون اختبارات دوليه وسيرتيفيكيت وشهادات، هلا هاي الشهادات عاده والاختبارات لازم يكون في عندنا لاب سنتر لهم، هذا مجهز طبعا لاستيعاب كل الاختبارات الدوليه الجي ار اي جي مات التوفل ايلتس، وهي متطلبات عاده بتكون للجراديويت ستودنت اللي حيكمل ماستر او بي اتش دي او بيحصل على شهادات مزاوله المهنه السيرتيفيكيت. سو احنا هنا هذا اللاب مجهز ان شاء الله لهي الاختبارات بكاميراته باجهزته بكل شيء. هيوستن فيها ميزة انه الدايفرسيتي الموجودة فيها التنوع الموجود فيها، احنا عم نقابل جميع الجنسيات وجميع الجاليات، سو هيوستن فيها تنوع كبير، وصراحة بحسها مدينة مناسبة جدا للطلاب، خاصة انه الاوبورتونيتيز فيها عالية، لانه هلا احنا كاديوكيشن كستودنت لما نتخرج فينا عندنا اوبشنز انه نحاول نكون مثلا مع شركات او نتدرب مع شركات، سو هون رجال الاعمال العرب ورجال الاعمال الجاليات المختلفة ممكن يفتحوا لنا باب ان نتواصل معاهم. حلو. من باب دعم الانترناشونال ستودنت، فهي فيها فرص كثيره هيوستن. هلا الجامعات كبيره في ولايه تكساس، لكن لو حكينا على مدينه هيوستن كعدد تقريبي هي فيها 25 جامعه من الجامعات القويه في امريكا. يس هيوستن اعظم مدينه في العالم، فيها شغل كثير، الفرص فيها كثير، يعني انت النجاح في هيوستن اسهل من الولايات الثانيه. هذا هون فصل دراسي اخر، فصل دراسي اخر. طبعا احنا اخترنا اللوكيشن حتى يكون مناسب للطلاب الانترناشونال، عاده لما يجوا الطلاب في هيوستن بيحاولوا يسكنوا من المناطق القريبه من السنتر سيتي، يعني من الداون تاون والاب تاون، سو احنا هون يعني مكاننا مناسب جدا راح يكون. وزي ما حكيت لك هذا الكلاس الثاني راح كمان نعطي فيه نفس الشيء الكورسات التقويه للطلاب اللي بيحضر للجيمات والجي ار اي والايلتس والتوفل، عدا عن ذلك كله هو الاهم لانجويج سنتر. احنا في بلد فيها دايفرسيتي كبيره، فهي التعدديه هاي اللي احنا موجودين فيها والتنوع الثقافي، حبينا انه احنا كل ننخرط في هذا التنوع. نعم. ونشكل ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية والثقافة العربية والثقافة الإنجليزية، كذلك الثقافة الإسبانية بحكم قربنا من أمريكا اللاتينية والمكسيك. قديش تقريبا الطاقة الاستيعابية تبع المدرسة؟ هلا احنا في عنا راح يكون شي كورسز اونلاين، اوكي، وراح يكون في عندك ان بيرسون. ان بيرسون احنا هلا مجهزين ان نستقبل، انه هي حيكون 3 دايز ا ويك، سو احنا في الاسبوع فينا نستقبل 120 طالب كبدايه طبعا. 120 طالب بس بعدين ان شاء الله ممكن تتوسعوا وتكبروا ويكون في لكم كذا برانش. يا احنا الهدف تبعنا نوصل لكل طلابنا الانترناشونال هون ونقدم لهم الخدمات تاعتنا. الله يوفق. الله يسعدك. الله يوفقكم يا رب. تفضل. ISAT Academy كيف الناس تقدر تتواصل معكم؟ اللي خارج الولايات المتحدة وحابين يجوا لهون احنا في عنا مؤاب، مؤاب هو بارتنر مع الايسات، مؤاب حيساعدهم انهم يقدموا على قبول جامعي ويحصلوا قبول من جامعات او معاهد. قبول جامعي بالضبط. اوكي، هي هي شغلتنا الاساسيه في مؤاب. حلو. فمجرد ما الطالب حصل الاي 20 اللي هو القبول الجامعي، طبعا حسب تخصصه وحسب وضعه في اللغه الانجليزيه ممكن ياخذ مشروط قبول، مشروط في لغه ممكن ياخذ قبول لغه بس، ممكن ياخذ قبول مباشر. هلا هذول الطلاب فيهم يتواصلوا معنا عن طريق الايميل، وفيهم يتواصلوا معنا كمان عن طريق الواتساب في الاردن، او حتى انا اذا كان الموضوع مهم يعني في حال استشاره اكاديميه كبيره ممكن احنا نساعدهم نوجههم لناس مختصين. بعد ما نحضر لهم احنا الاوراق هاي بندربهم على مقابله السفاره. طبعا احنا ما بنضمن لاي واحد ياخذ الفيزا، لانه بتختلف صراحه الفيزا من أكيد. دوله لدوله. احنا بندله على الطريق، بنحاول نساعده بنوصل للانترفيو. نعم. وبيعتمد على جهوده ومقابلته ان شاء الله تعالى. والله شيء مرتب يا جماعه الخير وشيء فاخر على الاخر. الله يسعدك. لنشوف هيك رجال عم تشتغل لمساعده الناس ومساعده الجاليه. yeah. وايسات هي باي ذا واي نون بروفيت اورجانيزيشن. يا فنحن هدفنا مش ربحي. في ايسات تحديدا هدفنا انه مساعده الطلاب وبناء مستقبل لنا ولهم ان شاء الله تعالى، حتى نخلي لنا بصمه ان شاء الله. الان في مكتب الاداره. حلو ما شاء الله تبارك الله. هون بيصير التسجيل والترتيب. مكتب الادمشن حيكون، احنا لسه عم نحضر زي ما انت شايف، لسه شوي شوي، لكن ان شاء الله very soon we will be ready.
يعني هذا حتكون الغرفة الإدارية هون، أنا والإكزيكتيف دايركتور معي، يا حتى إحنا نساعد الطلاب طبعاً وننظم الأمور ما بين المدرسين والاختبارات. صحيح. الله يسعدك يا رب. شيء مميز ونحن في حاجة له. صحيح. هذا هيك مراكز نحن في حاجة إلى، خصوصي الطلاب الجداد اللي بيجوا على أمريكا، فبيكون عند بدهم معلومات كتير. أكيد. كيف إنه يقدم، كيف يعمل، شو يساوي، شو الامتحانات، كيف يعمل accreditation كمان تبع الشهادة تبعه. والإدوكيشن بيرفعنا كلنا زي ما حكينا. والإدوكيشن هو الحل الوحيد لنهضة هاي الأمة. يا رب. أنا راح يكون قسم البودكاست، راح نعمل تصوير إحنا بودكاست، وراح نعمل برنامج تثقيفي للطلاب اللي بيوصلوا جديد واللي لسه بدهم يجوا، فبخبرتنا هاي نجمعها وراح نستضيف ناس عندهم خبرات أكاديمية أكثر. حلو، يعني حيكون في برنامج بودكاست بالضبط يحكي عن الدراسة، الأسئلة اللي بيسألوها الطلاب دائماً، المشاكل اللي بتواجههم، يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نجمع المعلومات كاملة ونقدم لهم إياها بمحتوى مرتب وجهزنا لهذا المكان هيك. ما تفضل. شاء الله، شوف الترتيب يا معلم. حي إبراهيم. باشا إبراهيم. يا مرحبا. يا مرحبا. يا غلا. يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. معناتها شغلة مرتب على أصوله، معناتها شغلة مرتب. أنا آخر مرة شفتك فيها في ميشيغان. في ميشيغان. واليوم وين؟ اليوم في هيوستن. عندي جماعة طيبة هون طبعاً. هون هاي غرفة الميديا. تفضل. والبودكاست بشكل عام. وراح يصير فيها شغلات بتخوف عندهم. طبعاً الأستاذ مجد بيعرف كل هاي الأمور، أنا مش حاب هو يشرح عنها. وترقبوا الأشياء الجديدة اللي راح تصير من ناحية بودكاست، من ناحية ندوات تعليمية، من ناحية إذاعة، من ناحية تعليم خاص فقط من هاي الغرفة. هاي راح تطلع أجيال وراح تسوي شغلات مخيفة. يا رب. طب شو الحلم تبع أبو عمر حلال؟ يعني أول كلمة قالها سيدنا جبريل لسيدنا محمد، اقرأ. اقرأ. لازم تتعلم. فالفكرة اللي بحاول أوصلها من أعسات حتى مؤاب، لازم العالم ترجع للتعليم. لأنه هو يمكن الحل لنهضة الأمم. 100%. أعسات to start، نعطي وعي، نفهم الناس أكثر إنه where to go، شو تعمل، شو الأفضل، فيك تفتح شركات كثير أشغال، ما ضل أفكر في limited stuff. حلمي إنه إن شاء الله تعالى إنه ربنا يخلينا نكون ناجحين كلنا في هاي البلد، وخلي لنا بصمة للأجيال اللي بعدنا، لأنه إحنا مجرد ما إجينا على هاي البلد أكيد نقلنا معنا أحلام وأمال وأشواق، بنخدم بلدنا وبنخدم جاليتنا وبنخدم حتى أنفسنا بالعلم، زي ما حكيت لك العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم، وإن شاء الله بالعلم كلنا رح نتطور، وإن شاء الله تعالى رح يكون الجالية العربية بعد سنة وسنتين وأكثر وأكثر أعلى وأعلى إن شاء الله تعالى. كنا معكم هون اليوم من ISAT Academy في مدينة هيوستن ولاية تكساس، عطيناكم المعلومات جميلة جدا عن هالأكاديمية، بسم الله ما شاء الله أكاديمية إلها فوائد كبيرة وبتساعد العديد من الناس. الله يجزيكم الخير، بدعاكم بركة وبالتوفيق إن شاء الله. آخر شيء شو بدنا نقول؟ يا هلا يا هلا بكم، سلام عليكم.